كل هذه التفاصيل والقمه التي جمعت بين الرئيسين الروسي والصيني عبر تقنيه الفيديو، معنا من اسطنبول محمود علوش باحث في العلاقات الدوليه، اهلا بك سيد محمود. ما الذي تكشف عنه الارقام في الحديث عن العلاقه الاقتصاديه والاستراتيجيه بين الصين وروسيا اليوم؟ بداية مساء الخير بالفعل هذه الأرقام تشير إلى تنامي كبير في الشراكة الروسية الصينية سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية لكن نجد بأن هذا التنامي وفق الأرقام يستند بشكل أساسي على قضية التجارة في حين أنه هناك تناغم إلى حد ما في الموقف السياسي في القضايا الدولية لكن لا نرى تكامل في الموقف السياسي بشكل كامل الصين على سبيل المثال تدعم روسيا فيما يتعلق بالمظالم الروسية تجاه توسع حلف شمال الأطلسي لكن نجد بأن بكين حذرة إلى حد كبير في دعم علني للحرب الروسية على أوكرانيا في مجالات الطاقة نعم يمكن القول بأن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي تعرضت لها روسيا بعد الغرب خلقت فرصة جديدة لدفع الشراكة التجارية بين روسيا والصين أصبحت روسيا تعتمد بشكل أساسي على الصين كسوق لتصدير الطاقة إليها. وأيضا الحصول على التكنولوجيا بسبب أنه لم تعد قادرة على الحصول على السلع والتكنولوجيا من الأسواق الغربية. وأيضا في جانب آخر تستفيد الصين إلى حد كبير من الحصول على الغاز والطاقة من روسيا بأسعار تنافسية مناسبة لها. وبالتالي يمكن القول بأن الصين تتعامل مع الأزمة التي تواجه روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية على أنها فرصة بما انك تتحدث عن روسيا الشراكه على المستوى السياسي قبل ان تنتقل الى المستوى السياسي بما انك تتحدث مم. عن روسيا والاهداف الروسيه من خلال توسيع هذه الشراكه هنا هل يبدو بان الهدف بالنسبه لموسكو هو البحث عن متنفس للهروب من العقوبات الغربيه ام ان الهدف هو موحد بين الجانبين وهو بناء نظام عالمي اقتصادي جديد لخدمه هذه المنطقه بالتحديد والبلدين في المقدمه هو في الحقيقة هناك تقارب في الأديولوجيا السياسية لكل من موسكو وبكين فيما يتعلق بضرورة إعادة تشكيل النظام الدولي وإنهاء القطبية أو الأحادية الأمريكية والهيمنة الغربية على النظام العالمي لكن علينا أن لا ننسى أيضا بأنه رغم أن روسيا والصين هما دولتان تمتلكان نفس الرؤية السياسية العالمية إلا أنهما متنافستان أيضا يعني إلى جانب مجال التجارة أيضا هناك تنافس بين روسيا والصين في المحيط الأقليمي في اوراسيا بشكل رئيسي رغم هذه الشراكه نجد بانه يمكن ان نعتبرها بانها شراكه تنافسيه بشكل الأساسي. لكن بتقديري ازدادت اهميه روسيا الصين بالنسبه لروسيا بعد الحرب على اعتبار انه الرئيس بوتين بفعل العقوبات الغربيه اضحى اكثر اعتماد على الصين من اجل تجنب الانهيار الاقتصادي بشكل كامل لكن م. هذا الامر ادى الى معضله بتقديري معضله بالنسبه لروسيا على المدى البعيد وهي ان استقرار الاقتصاد الروسي اضحى يعتمد بشكل متزايد على الصين لا شك انه هذا الامر ايضا سيفرض تحولات في طبيعه الشراكه الروسيه الصينيه في الفتره المقبله ستكون هذه التحولات مناسبه لصالح الصين بشكل اكبر مما هي عليه مناسبه بالنسبه لروسيا لكن كما تفضلت طبعا التقارب والالتقاء في الاهداف الجيوسياسيه العريضه في الموقف من اعاده تشكيل النظام الدولي لا شك بانه يعني يشكل عام دفع اضافي لهذه التطاع. الشراكه الروسيه الصينية. لكن استاذ محمود بالنسبه للصين الان ما هي الادوات المتاحه امامها في البدايه لتلافي عقوبات اقتصاديه وهي شريك اقتصادي جيد بالنسبه للغرب، عقوبات اقتصاديه عليها في حال ما اذا دعمت موسكو بشكل مباشر وفي المقابل الحفاظ على مصالحها مع الغرب؟ بالفعل سؤال مهم جدا ما تشير إليه الخطوات الصينية إلى أن الصين حذرة بشكل كبير فيما يتعلق بتنامي الشراكة مع روسيا لا سيما في مجال التجارة نجد بأن الصين تسعى للاستفادة من الفرص التي خلقتها العزلة الغربية على روسيا من أجل تعزيز موقفها في تجارة الطاقة مع روسيا بشكل رئيسي أيضا من خلال تحويل جزء كبير من صادراتها من التكنولوجيا إلى الأسواق الروسية لكن في جانب آخر تبدو الصين حذرة إلى حد كبير في في تلافي او في اظهار ان هذه الشراكه تسعى بشكل اساسي الى دعم روسيا من اجل مواجهه العزله الغربيه، حتى الان لا تصوغ الصين هذه الشراكه على انها محاوله لدعم روسيا بقدر ما هي نتيجه طبيعيه للشراكه الروسيه الصينيه، بطبيعه الحال هناك قلق صيني واضح لانه من شان دعم روسيا في مواجهه او في الالتفاف على العقوبات ان يجلب مخاطر عقوبات على الصين وبالتالي يعني هذا الامر سيضر بشكل اساسي نعم. بالنسبه للاقتصاد الصيني، هناك هناك اعتماد للاقتصاد الصيني بشكل كبير على الاسواق الغربية، الصين لا تزال حريصة على الوصول إلى الاسواق الغربية، لا نعم. تزال حريصة على علاقتها مع الاقتصادية والتجارية مع الدول الغربية، وبالتالي نجد بأنه بكين تسعى إلى إحداث نوع من الموازنة ما بين الاستفادة من الفرص التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تعزيز موقفها في الشراكة التجارية مع روسيا، وفي جانب آخر إلى عدم إظهار أن هذه الشراكة تسعى إلى مواجهة العقوبات الغربيه على روسيا صحيح. لذلك نجد نعم. بأنه الموقف السياسي وهنا مهم جدا هو يشكل يعني نتيجه لطبيعه الشراكه التجاريه الصين تؤيد روسيا في جانب فيما يتعلق بمظالم توسع حلف شمال الاطلسي وفي جانب اخر ترفض تقديم الدعم العلني لروسيا في هذه وصلت الفكره شكرا جزيلا لك من اسطنبول محمود علوش باحث في العالم.